سؤال خير. استنى سؤال خير. الفيديو ده بيتسجل الساعة تقريبا 6 الصبح حاجة كده يعني. أنا لسه صاحي وشربت قهوة قهوتين والله ولسه مفوقتش. فقررت حاجة، قررت إن أنا أفوق بالميمز. يعني ما أعرفش، هو أنا عايز أسجل حاجة وقلت أسجل دلوقتي. أنا معمص أوي على فكرة، قلت أسجل دلوقتي فقلت نجرب نسجل ميمز نشوف اللي هيحصل، يمكن تضحكوني وأفوق شوية. أنا ما أعرفش الصراحة. الموضوع يعتمد على مدى خفة دمكم، لأن أعتقد إن كل ما يكون اليوتيوبر دمه تقيل زي كده كل ما يكون متابعينه على نفس المستوى. هنشوف هتضحكوني ولا لأ. خليني بس ألبس السماعة لحظة واحدة. تتلبس إزاي؟ والله العظيم ما فايق، اقسم بالله. استنى، هو انا بعمل ايه؟ وانا ليه حاسسها بقت معقده قوي كده؟ عامه ايوه انا كده سامع صوتي يا اسطى. رد ماشي. بصوا يا جماعه، عشان بس ما تفتكروش انا بعمل افيه وبحاول استظرف، لا والله. بصوا كوبايتين القهوه اللي انا شربتهم هم، والله العظيم يعني دول اللي انا شاربهم دلوقتي، لسه شاربهم من شويه. واحده كانت امريكانو والتانية كانت لاتيه، وما عملوش معايا اي حاجه عشان صاحي من الساعه 4:30 الفجر. هنشوف الميمز هتبقى حلوه ولا لا. لو فيديو عجبك اعمل لايك، تشترك في القناه مش مشترك، وتفاعلوا بشكل ايجابي. بقى لكم فتره مولعين القناه انتوا، فتولعوها اكتر يعني، ما تولعوش فيها ولعوها اكتر. بعتذر اني لابس البيجامه، حرفيا والله لسه صاحي. لا مش افيه، بفكركم مره كمان انا لسه صاحي، فدي البيجامه بتاعتي وده شعري وانا لسه صاحي من النوم. فعموما خلينا نخش في الميمز ونشوف هنضحك النهارده ولا لا. عندنا اول ميم من كراس كوكو. لا بص بقى، الاسامي الصعبه دي انا مش عايزها وانا لسه صاحي. فعامة يعني كراس كوكو بيقول اول ميم ليا يوز كود بايستي، حاطط صوره ميسي وهو لابس. لحظه واحده قبل ما انزل السكرول، انا شايف صوابع رجلي تحت خالص لو انتوا واخدين بالكم، بس قبل ما نعمل سكرول تحت بس لحظه واحده اهو والله. يا جماعه الشبشب ده اريح واحسن شبشب في العالم. الشبشب ده اتقطع مني وديته لحمته في واحد كده في مدينه نصر الصراحه ب 5 جنيه، اتقطع تاني فاشتريت واحد جديد. ده الجديد، ده شبشب اديدس. تعالوا بقولوا كده، بس ده شبشب كويس صدقوني والله العظيم. اللي يجيب الشبشب، انا ليه بعمل اعلان للشبشب؟ عباد اللي هيجيب الشبشب ده صدقوني لنهايه حياته مش هيغيره. ده اكتر شبشب مريح في العالم وبيطلع كويس. بصوا استنى، لا ما طلعش ده، استنى اهو. ما اعرفش بقى الصراحه الصوت كان عامل ازاي، ممكن يكون طرشت الاديتور. بس عموما يعني هو حاطط صوره ميسي بالشبشب، بعد كده حاطط صوره تاني بالشبشب. ميسي هو اللي مقلدني، انا ما ضحكتش الصراحه، بس هديك الهاها لان واضح ان الناس كلها معجبه بالشبشب بتاعي. انا ليه بسجل ميم ولا لسه؟ عموما يعني الميم اللي بعده. عندنا ميزو احمد بيقول التمب ميد باي مي، الكود يا رايق بايستي. على فكره الناس اللي بتستخدم كود بايستي دي رايقه وسالكه، لان في ناس كده بتستخدمها، ما كنتش اتوقع كده. عموما بيقول لك الميم بتاعك ما يتقبلش، وحاطط وشها متضايق، بس تطلع في الفيديو حاطط وشها بضحك بس تبلع بين. ازاي تحس ان الضحكه دي ديد انسايد قوي كده؟ اوكي ضحك تاني الصراحه، قدرها. انا كلها هتاول يا عم مثلا سيرفس. والله العظيم محمود، ايه ده التوبان جه ومشي وعيني دمعت، بس انا ما اتوبتش. ايه ده في ايه؟ ايه استنى اتحظني. اللي بعده كده عندنا اتس فرح بتقول ما شفتهاش غير كده. شغل الناس صعبه. انا من الزواحف. انا على فكره مبتسم عشان الست دي بتضحك، بس مش مبتسم عشان الميم ضحكني. فهديك الاحزني الصراحه، خد الاحزني ماشي. مش عارف ما ضحكتش. ايه اللي بعده؟ عندنا عبد الله حسام بيقول السنه اللي فاتت وعامل 2 سمايلي فيس، اللي هو ما تحسهم برضو ديد انسايد كده. فخلونا نشوف. بسم الله. انت في رمضان يا جدع؟ في رمضان. ايه ده انا عملت مين في رمضان قبل اسمه ايه ده نفسه؟ اسمه ايه نسيت؟ عمرو مصطفى. انا عامله قبل عمرو مصطفى ذات نفسه. والله بص انا كبر لي الشاشه كده، ولا اديتر ولا اديتر. علي الصوت فول سكرين. بصوا انت في رمضان يا جدع؟ في رمضان. والله اهو، والله العظيم اهو. عموما يعني خد الواو لاني منبهر من نفسي، لان انا توقعت ميم قبلها بالسنه ماشي. وخلينا نخش على الميم اللي بعده. عبد الرحمن فتحي بيقول مش عارف هيتقبل ولا لا، بس احب اقول لبيستي تسلم ايدك، جربتها طلعت جميله جدا. ايه يا اسطى دي البيتزا بتاعتي؟ او انا سعيد ان انت عملتها الصراحه، بس هي في حاجه غلط. هي صغيره قوي، انا مش عارف هي في حاجه غلط. انا ما اعرفش ايه هي، بس في حاجه غلط. هو ده بصل؟ يلا دي حلقات بصل. لو حلقات بصل تبقى برنس والله العظيم. عموما خد الواو برده. ايه ده؟ خلينا نشوف كده. ايه يا ابني ده؟ يا ابني ايه الجمدان ده؟ يخرب بيتك يا ابني، الله يخرب بيت جمدانك. 3 طبلات و7 قلوب تقريبا. خد الواو انت كمان. عجبني تطبيلك لصاحبك، ما اعرفش هو صديقك ولا لا، بس سلوم عادل بيقول هي دي البيتزا ولا الكوكيز؟ ده اكتر واحد ضحكني النهارده. خدلها امسك ماشي. بيقول اللي بعده عندنا يوسف ايه؟ عندنا يوسف ماشي، مالناش دعوه بالاسم التاني، بيقول يوز كود بايستي وعامل قلبين واتنين بيحضنوا بعض. بيستي لما ياكل قطمه من البيتزا عادي. يخرب بيت العظمه. انا ما اعرفش التمبلت ده، مش عارف اضحك. دي البيتزا بتاعتي؟ دي مش البيتزا بتاعتي صح؟ هي ما كانتش شكلها لذيذ كده. انا ما اعرفش التمبلت، مش عارف اضحك، انا اسف، سامحني والله سامحني. ايه ده؟ لحظه والنبي يا اسطى ما تفكرنيش بالبيتزا عشان جاني عليها قطعه في امتحان العربي. قطعه
او لو انت مش مصدق ان انا لسه صاحي قطعه اللي انا قلتها دي كفيله انك تفهمك. جاله قطعه انا في العربي اوكي ايه قطعه دي. عامه الواد ده ما ينفعش تتفاعل معاه عشان هو عامل اديت للبوست. فخلينا نخش على الميم اللي بعده. بولا نادر بيقول الكبير بيتابع بيستي. ايه ده ايه ده ايه ده يا جماعه ايه الهبل ده؟ يعني انا كده توقعت ميم في رمضان وحاجه تطلع في مسلسل؟ هو انا ذا سيمبسونز ولا ايه؟ ايه الهبل ده؟ الفيديو ده قديم جدا قبل رمضان بكتير. ايه ده ماشي خد خد الهاها. ايه ده انا جايب بلين باج. ايه ده ايه ده والله. عامه شكرا جدا لبولا نادر وخلونا نخش على الميم اللي بعده. ايه ده عندنا نيمو سنان بيقول يوز كود بايستي وعامل وش انا مش فاهم الصراحه وقلوب وحاطط نفسه ايه بيشتري حاجه. استنى هو بيقول حاجه الواد ده. استنى بتاع ده ترجع. ايه ابو بيتخانق مع واحد صاحبه تقريبا. الله عليك يا ابني الله عليك والله. السكين زي الزفت الصراحه بس انا مبسوط منك ان انت استخدمت الكود. هات فلوس هات فلوس. بقول لكم ايه بقول لكم ايه ولا اديتر يلا فول سكرين عليا انا فول سكرين عليا انا يا جماعه. خلال اربع شهور او خمس شهور تقريبا توقعوا تغييرات كبيره في كل حاجه حوالينا. بس مش هقول غير كده يعني استنوا وتابعوا هتتبسطوا. انا بقول لكم هنعمل خطوات كده ممكن تخلينا مره واحده نطلع بالقناه تاني. خليكم فاكرين الكلام ده. المهم يعني شكرا جدا ليك على استخدام الكود فعلا دعمكم ده يا جماعه هو اللي بيخليني اكمل في القناه وبيخليني استمر اخد الكير. وشكرا جدا على دعمكم المستمر. وخلينا نخش في الميم اللي بعده. لا هو ده مش ميم. هو منى نجم بتقول الصوره مش حلوه قوي انا عارفه بس اول تجربه ليا يا رب تعجبكم. على اول تجربه حلوه. هو انا بس ابتسامتي مش كبيره كده وشفايفي مش رفيعه كده بس. ايه ده وجسم ده جسم عيل عنده 6 سنين ده مش جسمي انا برضو يعني فمش مشكله. بس غير كده لا تمام تمام. فخدي خدي الكير يا منى. ماشي شكرا جدا ليك يا منى. وخلينا نخش على بعض. عندنا محمد احمد بيقول كل سنه وانتم طيبين يوز كود بايستي حنفي الهراوي ساعدنا بيها. بص انا فاهم عشان ساعدنا بيها الناس كلها بتسمعها غلط وانا بقول في الاخر الفيديو او اخر الاغنيه يسمعوا قصه نجاح انا فيها الراوي فالناس بتسمع حنفي الهواري. اوكي شرحت لكم الميم هو قصده ايه. انا بضحكني ده انا ضحكني انك كاتب في الصوره حنفي الهراوي. يا اسطى هم اربع كلمات بتكتبهم في الميم ازاي تخلط في واحده منهم. والله والله ده انا اللي بقولك لسه صاحي وفاهم ان انت كده غلط. حد علق حنفي الهراوي. ايه ده ساعدنا بيها انا فيها الراوي. ايه ده في ايه ما حدش خد باله ولا ايه؟ ده ما حدش خد باله. هو انا بس خدت بقى. هو انتوا عيال كلكم ديسلكسيك ولا ايه؟ مثلا يا اسطى خد الها. ايه ده هي مكتوبه هراوي والله هراوي صح معنى الميم اللي بعده. عندنا مينا ماجد بيقول يوز كود بايستي مين حس ب التغيير زائد بحبك يا بيست. اوكي ده ايه ده فيديو ايه ده طبق طير بيطير. هو انا مش بضحك على الميم. هو الميم doesn't make any sense عشان بس نبقى واضحين يعني اللي انت عامله ده بالنسبه لي ملوش اي معنى. انا بضحك بس على اسمه ايه الراجل ده انا نسيت. مثلا بضحك على الممثل ده وهو بيرقص. انا مش ناسيه عشان هو مش مشهور. انا ناسيه عشان الاسامي دلوقتي في مخي في حته ورق. يعني شايفين راسي اهي انا راسي اهي ماشي في هنا معلومات الميمز يعني ده اللي بعمل بيه الفيديو دلوقتي. ورا هنا بقى خالص مش لاقيه اسامي الناس. يعني هنا اسامي الناس انا مش لاقيه. يعني انت لو انا مش هلاقي انا عايز افتكر اسمك مش هفتكر. ماشي انا اسف خالد الصاوي والله ما عارف. عموما امسك الهاها عشان بس ضحكتني على الراجل وهو بيرقص. خلينا نخش على الميم اللي بعده. الفيديو ده اغرب فيديو ميمز انا عملته تقريبا. لحظه واحده ياسين احمد بيقول عايز الفيديو من غير لقطه بيستي. ايه يا اسطى قله الادب دي؟ ايه يا اسطى قله الادب دي؟ خد الاحزاني والله. ايه ده يعني ايه عايز اللقطه من غير يعني ايه عايز يعني ايه يا اسطى الكلام ده؟ ايه ده انكسر. الميم اللي بعده عندنا انا بضحكت شفت الميم غير مقصود وانت كلب. عندنا حمزه ايه جلال بيقول بيستي في لايك يوز كود بايستي وحاطط راجل عجوز بيكلم ولد صغير بيقول له اي ام 30 ييرز اولد. يعني انا عندي 30 سنه. انت قصدك ان انا هو انت كده بتمدحني؟ هو انت قصدك ان انا عجوز؟ والله اقوم اعمل لك ضغط دلوقتي. المشكله بس ان انا لابس شورت ومش عايز اطلع بالشورت. اعمل ايه طيب عشان يثبت لك ان انا مش عجوز؟ اعمل ايه عشان يثبت لك ان انا مش عجوز يا اخوانا؟ طب ثانيه واحده كده. A few moments later. مش عايزكم تسالوا اسئله كتير. ها مش عايزكم تسالوا اسئله كتير. انا بس عشان قاعد بس بلبس البيت فمش ناقص قرف. فانا هعمل البتاع دي زي ما بنعمل الوزار كده. اوكي اقلع الشبشب الاديداس بتاعي اللي كلكم غيرانين منه اهو. الشبشب اهو اقلع الشبشب. يا اسطى في حد عجوز يقدر يعمل كده؟ استنى لحظه. في حد عجوز يقدر يعمل كده؟ ماشي دول اتنين. كنت ناوي اعمل واحده عملت اتنين لان فيا طاقه. ماشي لحظه واحده بس. ماني عامل زي سندريلا كده. عارف ايه اللي عارف اعمل ده والله. انا اسف. انا هفضل قاعد كده لحظه واحده يا اخوانا. هو احنا كنا بنعمل ايه؟ هو انا كنت بعمل ايه؟ نايس ميم. انا بنهك. صلاح انت طلعت صح. مايكل مجدي بيقول عيلتي عايزه تعرف انا بخاف ليه من وانا صغير. خالي استنى. اوعدك اللي مش وعدك.
المشكلة انه اي كان ريليت لاني كان في فيلم رعب زمان في لقطة بتخوفني، كان خالي كل ما يجينا البيت لما تكون امي مش بصلنا بيعملها لي والله العظيم كنت بترعب. فاي كان ريليت والله. اوكي مايكل مجدي انا عارف انه ما ضحكتش بالصوت بس صدقني دي اكتر حاجة كانت بتضحك النهاردة. مين اللي بعده؟ احمد مجدي بيقول في حب بيستي زائد يا رب تعجبك يا بستيد زائد اول منشور ليا في القناة في الجروب. هو الحاجات اللي بتتجمع دي يعني بتوصل لحاجة في الاخر يساوي حاجة يعني. المهم انا هو نيو كامر فعلا خلينا نشوف ايه ده. يا اسطى انت بتحور يا اسطى، ما تحورش يا اسطى يا اسطى، ما تحورش يا اسطى، ما تحسسنيش ان انت هو ايه ده. انا مش فاهم هو انت هتسمع بجد ولا لا، لان التليفون ده تلفزيون مصري مبصم. ده مرسوم ببرنامج، ده مفيش حد بيرسم كده. ايه الجمدان ده يا اسطى والله جامده. ايه ده ايه ده، استنى اشوف الكومنتات. جامد يا صاحبي جامد، استمر جامد جامد جامد، انت جامد، انت سيكوت بايستي. ايه ده يعني هو رسمها بجد يا اخوانا؟ هو انت رسمها يلا بجد يلا ولا انت كداب يلا ولا انت ايه؟ قولوا لي رايكم تحت في التعليقات. الواد حقه لا بس هديله الكير برده عشان اعمل مجهود وخلاص. عندنا عبد السلام بشير بيقول ما عنديش حاجه اقولها غير يوز كود بايستي. الله يبارك لك يا ابني. بس ايه يوز كود؟ اول مره اراها دي. ركبنا كاميرا على الباب عشان نعرف اللي بره. ايه عشان نعرف عشان نعرف اللي بيحصل بره اعتقد. اطفال الشارع. اوكي خلاص انا عملت الافيهات دي كتير قبل كده بس ايش. اوكي ايش ايش الميل اللي بعد. هنا موكا بتقول مش هذاكر الحته دي اكيد مش هتيجي في الامتحان الحته. انا بضحك قبل ما اشوف الميم. اوكي دي حلوه، دي احلى من قبلها الصراحه. خدي لا مش ذاكر الحته اكيد يبقى اكيد مش تيجي في الامتحان دي. والله العظيم اكتر حاجه قلتها وانا بدرس في حياتي. في ناس على فكره سالوني جبت كام في الجامعه في المدرسه قصدي في الثانويه العامه. والله ما فاكر، يا اما 87 يا اما 92. وانا فعلا مش يعني فعلا مش فاكر لان انا مش مهتم بالدرجات واهلي ما كانواش مهتمين قوي. بس عموما يعني اللي بعد. حنين نبيل بتقول الدنيا مقلوبه وعندي مذاكره وامتحانات، اللي انا بتفرج عليه ايه؟ اللي انا بتفرج عليه في ايه؟ ايه انت حاسس بتهينيني كده؟ خلينا نشوف. اوكي اللقطه بتضحك عشان انا اول مره اشوفها ما كنتش عارف شكلك كان عامل ازاي. هو بس الكلام ده مش مربوط مع ده، فانا هديكي اديها الايه دي يعني مش هديكي لايك. انا حاسس ان اللايك دي اكتر حاجه ممكن تكون فيها اهانه ممكن اديها لحد في السلسله دي. انا مش قصدي اهينك يعني. خلينا نخش على اللي بعده. عندنا عبد الرحمن ممدوح بيقول بيستي عامل ستريم رعب يوز كود بايستي دونيشنز ستونكس. مرة كمان دعمكم بيساعد القناة ان هي تكبر جدا جدا جدا، فشكرا ليكم. وصدقوني خلال كام شهر كده هتشوفوا حاجات جامدة جدا ان شاء الله. خليني اديك الكير. نخش على اللي بعده. عبد السلام بشير بيقول لما اسمع حاجة على الساوند كلاود يوز كود بايستي ممكن حد يدعي لي انجح. يا رب يا عبد السلام يا بشير مش تنجح بس تجيب مجموع يفيدك في اي حاجة اي حاجة بس يا رب. راضي كده انت مبسوط؟ خلينا بقى نشوف انت حاطط ايه عشان شكلها قاعد عليك بعدها. شغل كده. تعبت واشتغلت سهرت وتحت وقف. هيبقى كده مارلي ويا هيكا بتجيبوا لي تنمر. خد الاحزان انا دعيت لك مش هسمع. I will not take it back. ماشي مين اللي بعده؟ عندنا صلاح اوف ايه الثري من فيديو لعبه المصريه نار واحد بيضرب بالبوكس قلب بايستي قلب. اوكي على فكره في ناس بقت فاكره ان اسمي بايستي عشان بس نبقى واضحين الموضوع باظ. عموما هي بيقول دونت سي ات عامل ايه عامل ايه عامل ايه كوم اون. اوكي هو الناس فهمت ايه ده 444 ها خليهم 445 يا اسطى. اوكي الناس فهمت الميم. لو انت ما فهمتش الميم فانت نرم يعني انت كده انت واحد زي ما قلت محمود صبري قبل كده من العيال بتاعت الام 4 التلجي اللي بيتحط على فيسبوك. الميم اللي بعده ايه ده انا خلصت الميم. ايه الزعل ده والله خلصت الميم. تفاعلوا بقى يعني اعملوا ميمز جامده بقى يعني اعملوا ميمز جامده. والله فوقتوني شويه صراحه يعني انا صحصحت شويه. هو انا بس دلوقتي بعرق تقريبا لان انا لعبت رياضه على الصبح. هم الاثنين ضغط دور رياضه ماشي. بس غير كده والله يعني كان يوم لطيف. انا بقول ايه المفروض ما اسجلش اول ما اصحى والله العظيم كده غلط. يا جماعه انا اروح اعمل لي اسبريسو شوب ماشي عشان الميمز ما فوتنيش قوي كده. اوكي اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناه مش مشتركين. واتمنى تكونوا حاسين ان القناه رجعت زي زمان والحياه بقت لذيذه ولطيفه. واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. لاف يو اول. باي باي. سلام. لحظة واحدة هو ليه مفيش حد اتكلم عن بيستي ومنبه في الفيديو ده؟ انتوا مش سالكين على فكرة. سلام. تعبت واشتغلت سهرت واجتهدت ما يبانش في شغلي عارف اني بتعب فيه بجد دوما وعرى شغلي على قلبي زي العسل انتوا تخلوا اي شخص ينسى ايه مفهوم الكسل عشانكم انا مكمل عشانكم انا مطول لحد ما تاني درع يجي لعندي ويفرمل يعرف مكانه فين وسط مليون بيستاوي بيسمعوا قصة نجاح انا فيها الراوي.